معانا مدام اسماء. صباح الخير يا مدام اسماء. السلام عليكم. صباح النور يا دكتور. اهلا بيكي. لو سمحت كان ليا استفسار عند حضرتك. تحت امرك. انا متجوزه بقالي 3 سنين وعندي بنوته عندها 2 سنين، وبعد كده حصل حمل، وبعد ما كنت فطمتها على 1 سنة و3 شهور. ايوه. وبعد كده البيبي نازل، يعني ما كملش على 3 شهور، يعني كان في دم وحاجات بتنزل عليا، وبعدين الدكتوره ادتني مثبتات وحاجات بروجست وبرونتوجست والحاجات دي كلها. بعد كده البيبي ما كملش فنزل. بعد كده قعدت الموضوع ده من شهر 5 لعندي دلوقتي، ما حصلش حمل تاني خالص. كويس. كان لما بتجيلي البيرد كانت بتتعبني كتير جدا، لدرجه ان انا كنت كل شهر بروح للدكتور عشان اخد مسكنات من شده الالم. كويس. فدلوقتي في تاخر حمل، فانا رحت للدكتوره فقالت لي ان انا لسه الرحم ما نضفش من بعد السقط، فالدكتوره ما كانتش عملت لي تنظيف قبل كده يعني. كويس. وادتني هاي بيوتيك، وبعد كده اكتشفت ان انا صدري لسه فيه لبن. ادتني برضو يعني دواء اللي هو بينشف اللبن ده، اخدته 2 مرات، لان اخدت جرعه الاول وما منشفش، وبعد كده اخدت جرعه تانية. دلوقتي برضو ما فيش حاجه. الموضوع ده من يعني انا دلوقتي اخد البتاع تنشيف اللبن ده بقاله حوالي شهر كده. طب حضرتك عملتي عمليه كحت تاني ولا ما عملتيش؟ لا ما عملتش كحت، لان الدكتوره قالت لي هو كان بتنزل كتل دمويه كده، فقالت لي هو الرحم بينظف نفسه دايركت يعني، بس محتاج وقت يعني. قالت لي صعب ان انا اعمل لك تنظيف بعد 7 شهور من السقط. كويس. دلوقتي بقى يا دكتور، انا بعد ما البريد بتخلص بيجيلي الم شديد جدا، وعايز اعرف بس سبب تاخر الحمل وسبب الالم الشديد اللي بيجيلي اللي عندي دلوقتي حتى بعد ما البريد بتخلص، نفس المها بالظبط. تحت امرك. طبعا احنا في وجود حمل في 3 اشهر ونسيبه ينزل لوحده بدون عمليه كحت، ده صعب شويه. انا شخصيا هو في عندنا مدرستين في انهاء الحمل، لو شايفين الحمل ده مش صالح بالذات في اول شهرين، مش اكستندنج للشهر الثالث كمان. في ناس بتدي الاقراص اللي بتساعد على انقباض الرحم، وان الرحم يفضي اللي جواه، دي مدرسه ونحترمها ونوجه لها. لكن في مدرسه تانية اللي انا العبد لله منها، ان هو انا شايف ان احنا لازم نجري عمليه الكحت في اي وضع من الاوضاع، او عمليه بنسميها سكشن عشان الناس بتخاف من كلمه كحت، عمليه شفط الكونتنتس او البقايا الحمل داخل الرحم حتى لا نبقي شيء جوه. مع الادويه دايما بنقول للسيده الادويه دي، واحد انا بديكي ادويه لفترات طويله فانا بعرضك لاوجاع لفترات طويله، فبالتالي انا بزود فتره الالم. 2، قد يحدث نزيف مفاجئ معاها في اي وقت في عز الليل، فتنزل تجري لانها مش لاحقه تروح مكان كويس، فقد تلجا الى مكان مش قد كده ويعمل عمليه كحت وتنتج عنه مشكله اكبر. 3 حاجه، قد يحدث ان يبقى في بقايا داخل تجويف الرحم، هذه البقايا قد يحدث عليها التهابات، هذه الالتهابات قد تؤثر على التجويف الرحمي وقد تؤثر على قناتي فلوفة، تؤثر على مستقبل الخصوبة عند حضرتك. قد ينتج منه حاجة اسمه بلاسنتال بوليب أو بقايا من الحمل، تعمل حاجة بالضبط زي ما قلنا في الأورام الليفي، تعمل لحمية على جدار الرحم، هذا يؤدي دور اللولب فيمنع انغماس الجنين. فأنا دايماً مع فكرة ان الطريقة الافضل انهاء الحمل هي عملية السكشن او شفط البقايا الجنينية او بقايا الحمل خارج الجسم. زائد حاجة ان احنا بنحرم نفسنا من ان احنا نحلل البقايا بتاعة الحمل اللي قد تقول لنا فيه سبب لهذا الاجهاض او هذا يعني الفقدان هذا الجنين ولا لا. انا ما عنديش هذه الاوبشن مع ان انا باخد الدواء. فانا دايما مع فكرة ان احنا نعمل عملية كحت. اول حاجة اذا كان حضرتك بتقولي حضرتك الاوجاع الشديدة مع الدورة دي قد تكون مع فكرة ان فعلا في اندوميتريال بوليب او بلاسنتال بوليب هي المسؤولة عن هذه الاوجاع، نعمل سونار في حتة كويسة تاني او تالت يوم في الدورة. لازم الاشياء اللي بتقولي في مشكلة في جدار الرحم تتعمل في الاول. ليه؟ لان ساعتها جدار الرحم بيبقى اكتر وفتره فيها رفيع، فبالتالي اي حاجه جوه تجويف الرحم بتبان. دايما لما بنشك في عندي في متابعه التبويض او عندي السونار ان السيده دي في مشكله في جدار الرحم، فبنقول لها لو سمحت اشوفك اول او تاني يوم في الدوره، لان في الوقت ده جدار الرحم المفروض يبقى رفيع جدا وما يكونش فيه اي حاجه. ساعتها لو اي حاجه او اي عيب موجود في جدار الرحم بيبان وبياكد لنا الامور عامله ازاي. 1، نعمل سونار كويس قوي. 2، يفضل إذا كان فعلا احنا شاكين مع الأوجاع دي نعمل منظار رحم وبنعمل كحت حتى يتم استئصال لو في حاجة موجودة جوه.
نعمل أشعة بالصبغة قد تكون حصل لقدر الله تأثير على من بقايا الإجهاض على قناتي الفالوب، ونعمل بعد كده متابعة تبويض إذا كان كله كويس، متابعة تبويض مع تحديد أفضل يوم للعلاقة. ولازم ناخد أفكرك الأوميجا والأسبرين، دول مهمين قوي في السيدة اللي سبق ليها الإجهاض قبل كده. ومفيش مانع إن احنا نعمل التحاليل بتاعة الإجهاض حتى لو مرة واحدة، أنا شخصيا بقيت بعملها بعد مرة واحدة حتى لو كان الكتاب بيقول بعد مرتين أو ثلاثة، لكن فكرة السيدة أقول لها روحي أجهضي تاني ولما تجهضي تاني هعمل لك التحاليل مش مقبولة قوي ومش مستحبة قوي في مجتمعنا. فدايما أنا بفضل إن احنا حتى لو بعد مرة واحدة بنبتدي نعمل التحاليل بتاعة الإجهاض. معانا تليفون.